أهلا من جديد مشاهدينا الأعزاء، نتواصل معكم عبر صباح الشروق في بداية ساعته الثانية على الهواء مباشرة. القادمة عبر سيرة ومسيرة، مطربة سودانية تعد من الجيل الثاني من النساء الرائدات في فن الغناء السوداني، واللائي كان لهن دورا كبيرا جدا ومساهمة واضحة جدا في تطوير الموسيقى السودانية وتنويع بإدخال الصوت النسائي المجدد فيها. سيرة ومسيرة أم بلينا السنوسي. في حي معتق بالأصالة والخضرة والجمال ولدت طفلة سودانية في عام 1952، شاءت الأقدار أن يلمعوا اسمها في سماء الإبداع وفي ضواحي مدينة النهود بولاية شمال كردفان الحالية. ترعرعت في مدينة الأبيض عاصمة الولاية. والدها هو الحاج السنوسي حمدان ووالدتها الحاجة النية جابر جودة. أكملت تعليمها الابتدائي وتوقفت أم بلينا عن الدراسة وتفرغت لفن الغناء. تقول أم بلينا حول تلك المرحلة من حياتها: فاردت درب الجراية من بدري ومسكت درب الغناء. هذه المبدعة ورثت جمال الصوت من والدتها. خطت أم بلينا أولى خطواتها على درب الفن الغنائي في سن مبكرة من عمرها، حيث انضمت إلى فرقة فنون كردفان بمساعدة الموسيقار جمعة جابر، وظهرت لأول مرة للجمهور العام في مسابقة غنائية في مهرجان المديريات بالمسرح القومي في العام 1961 ضمن فرقة أحرزت الجائزة الأولى. تأثرت أم بلينا بأغاني الجيل الثاني من رواد الفن مثل الفنان صلاح مصطفى وصلاح ابن البادية وإبراهيم عوض ومحمد وردي ورددت بعض أغانيهم. مزجت أم بلينا غناء الوسط بغناء سهول الغرب الأوسط التقليدية إسوة بنجوم كردفان ودارفور أمثال إبراهيم موسى أبا وفاطمة عيسى. ظهرت أم بلينا في ثنائي مع الفنانة فاطمة عيسى في العام 1962، وكان ذلك أول فريق ثنائي نسائي في السودان أطلق عليه اسم الثنائي الكردفاني، الذي قدم للجمهور أرحموني يا ناس حنوا علي، وهي من كلمات وألحان أحمد محمد هارون، وأغنية الحياة حلوة وهي من ألحان الموسيقار جمعة جابر وكلمات عبد العزيز عبد المعين. اعتزلت فاطمة عيسى الغناء في عام 1969، وواصلت أم بلينا مسيرتها في فن الطرب والغناء كفنانة متفردة. أجازت الإذاعة السودانية صوتها في عام 1970 وسجلت لها أغنية بعنوان وداد التي صاغ كلماتها الشاعر السر محمد عوض.
ظهرت أم بلينا في وقت كان فيه الصوت النسائي منعدما في ساحة الفن الغنائي في السودان، وكانت هي واحدة من قلائل النساء التي عرفتهن الساحة الغنائية في عهد التجديد آبان ستينيات القرن الماضي. تعاونت أم بلينا مع عدد من مشاهير شعراء الأغنية في السودان، منهم إسحاق الحلنجي ومحمد علي وأبو قطاطي وتاج السر عباس. شاركت أم بلينا كثيرا في حفلات المساهمة العامة والخيرية لطلاب الجامعات والقوافل الثقافية وفي بعثات غنائية خارج السودان. بعد هذه المسيرة الغنائية الحافلة بالعطاء، رحلت أم بلينا عن هذه الدنيا تاركة إرثا غنائيا وأعمالا خالدة غرست في وجدان السودانيين، وستبقى جيلا بعد جيل.